حقيقة أنا كثير ما أشرت في أكثر من لقاء على شاشتكم أنه لا يوجد شخص قادر على قراءه المشهد السياسي في العراق بشكل مطلق وانما جميعنا نتكهن وكانما نحن عرافون نتحدث في المشهد السياسي. المشهد السياسي العراقي مشهد غامض لا يمكن فهمه بشكل واضح ولا يمكن معرفه توجهاته على اعتبار انه لا توجد قواعد ثابته في العمليه السياسيه. هناك براغماتيه، هناك ميكافيليه من القيادات السياسيه تاتي وتضرب على جميع مفاصل الدوله، لذلك من الممكن ان نشهد هناك بعض انواع التغيرات. أسلفت في حديثي السابق أنه لا يوجد حل أمام الكيانات السياسية الموجودة في المشهد السياسي الآن سواء نجاح بخلاف ذلك يؤدي إلى زوال هذا الحكم من المحتمل أن نشهد بعض الانفراجات السياسية من المحتمل أن نشهد شيء من التناغم مع الشارع العراقي إلى أننا مقبلون على مراحل مختلفة المرحلة الأولى سنشهد تظاهرات من قبل الشارع العراقي على اعتبار انه وصل الى مرحله التخمه من الازمات السياسيه لا. سنش على على وجود هناك تيار الى الان غامض لا يعرف توجهه والتيار الصدري لحد الان هذا التيار متخذ وضع الصمت هذا الوضع السائل حقيقه مرعب الى جميع القوى السياسيه بالاضافه إلى انه هناك خلافات حقيقيه داخل القوى السياسيه داخل البيت السني والكردي والشيعي، لربما البيت الشيعي يمتاز بشيء من الثبات والاستقرار والبيت الكردي الى ان البيت السني الى الان لم ياخذ جانب الثبات الحقيقي كبقيه البيوت، لذلك المشهد السياسي هو مشهد الى الان مهلهل، لا يمكن التعويل عليه ولا يمكن الضمان لكن نامل على ان تكون المرحله القادمه مرحله تدوء نعم سيدي الكريمه. طيب